الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولله در الإمام الشافعي لما قال، ولله در الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: ما من أحد، أي من العلماء، إلا وتذهب عليه السنة أو تعزب عنه. كلمة تكتب بماء الذهب، صحيح، بل بماء العين، لأنها تتضمن الاعتذار للعلماء، لأنه قد ينقدح في أذهان الطلبة الآن. أنتم تقولون مع وضوح الدليل لما تركه الإمام مالك، مع وضوح الدليل لما تركه الإمام الفلاني والإمام الفلاني، فيأتيك الجواب من الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما من أحد إلا وتعزب، إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعزب عنه.